Waikar Allah, Waikar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Stow wa tadiru. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله straighten the line, don't leave gaps. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, uhdina الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الله سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. Inshallah, after the Witr, I've already been digging all my old papers to bring all the papers that I used to write my dua in it. I have it with me. So inshallah, I will translate all most of the dua. I gave you already print out. But there is some extra stuff that I will be saying it and translating after the Witr, inshallah. I'll just give you a few minutes for everybody to come down and give salam to each other, and inshallah we'll do that for 10 minutes, inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ربنا واصرف عنا شر ما قضيت الله فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك والنار اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك انصر بنا الإسلام والمسلمين واستعملنا بطاعتك يا أرحم الراحمين نسألك الفوز في العطاء والقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا نعم المولى نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم أنت المؤمل عند كل نائبة والمرجو عند كل نازلة
إلهنا ومولانا أنت الحنان المنان رحمن الدنيا والآخرة ورحيميهما نسألك أن تيسر أمورنا وتحسن عاقبة أمرنا وأن تكلنا لا علينا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم يا حي يا قيوم أصلح ذرياتنا أصلح أولادنا وبناتنا حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في أعيننا وقلوبنا وقلوبهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم وفق شبابنا وبناتنا وشيوخنا ونساءنا وفقنا جميعا لاتباع سنة نبيك واتباع مرضاتك بغض إلى أبنائنا وذرياتنا المحرمات وتتبع الشهوات والملذات والخلوة بالمحرمات وانتهاك الفواحش والخطيئات اصرف عنا وعنهم سوء العادات وشر المخدرات اللهم حبب لبناتنا ونسائنا الستر والعفة والحجاب واجعلهن ممن تاب إليك وأناب في هذا الشهر الكريم يا حي يا قيوم اغفر لنا في ختامه أجمعين اغفر وارحم لقرابتنا اغفر وارحم ذوي أرحامنا اغفر وارحم اغفر وارحم علماءنا ومن له فضل علينا ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد في الأولى والآخرة نسألك أن ترحمنا رحمة تغننا بها عمن سواك نعوذ بك من عمل يخزينا ونعوذ بك من صاحب يؤذينا ونعوذ بك من أمل يلهينا ونعوذ بك من فقر يمسينا ونعوذ بك من غنى يطغينا نعوذ بك من صحة تلهينا أو مرض يشقينا اللهم ثقل ميزاننا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وأعرف الجنة درجاتنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر وأن ترحمنا يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور بارك في أسماعنا بارك في أبصارنا بارك في قلوبنا بارك في
أبداننا بارك في أسماء في أولادنا وبارك أزواجنا بارك أموالنا اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عظم حلمك إلهنا فلا تردنا خائبين ولا من فضلك محرومين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أحسن خاتمتنا وبيض وجوهنا وعافنا واعف عنا اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتانا وسع قبورهم نور قبورهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا حي يا قيوم اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه على تقصير منا أدينا فيه قليل من كثير ولكن يا حي يا قيوم أنخنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين فلا تردنا خائبين اللهم هذه الليلة الكريمة الشريفة آخر ليالي رمضان يا رب بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنك تعطي الفائزين وتجيب دعوة السائلين وتغفر للقائمين الصائمين يا رب ها نحن وقفنا بين يديك ها نحن رفعنا أكفنا إليك يا ذا الجلال والإكرام ربنا فاقبل منا أعمالنا يا رب اقبل منا صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين ولا تجعل مقامنا هذا آخر العهد بك اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وسنين مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان نحن وذرياتنا وأولادنا اللهم كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك اللهم يا حي يا قيوم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نسألك رزقا حلالا طيبا نسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا نسألك نعيما لا ينفذ وقرة أعين لا تنقطع زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم في ختام هذا الشهر الكريم يا حي يا قيوم انصر إخواننا في بلاد الشام اللهم انصرهم ووفقهم اللهم انصرهم ووفقهم احفظ دماءهم اللهم داوي جرحاهم اللهم أغنهم اللهم وفقهم وسددهم واجمع كلمتهم على الحق ضد بشار وزمرته اللهم عجل بزوال دولة الباطل والظلم يا حي يا قيوم في بلاد الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم أعن وفق إخواننا في فلسطين أعنهم وسددهم واحملهم وأغنهم ووحد صفهم على الخير وانصرهم على من عاداهم وحرر بلادهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم حرر بلادك
الكشمير وارفع الظلم عن البورمة وأهلها يا من المسلمين يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عافي أبداننا وأذهب أسقامنا واشف صدورنا يا حي يا قيوم نعوذ بك من الأدواء والأهواء يا حي يا قيوم اللهم أنزل رحمتك على هذا المسجد وأهله اللهم أنفق على من أنفق عليه أو أنفق فيه يا حي يا قيوم بارك لنا فيه وفي جماعته يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا متحابين متصافين متعاونين متراحمين متغافرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إخواننا في هذا البلد يا ذا الجلال والإكرام جاليتنا لكل خير واحفظهم من كل شر ربنا أعن وسدد ووفق واهد كل من انتصب للدعوة لدينك أو تعليم المسلمين أو تعليم الناس دينك أو رفع الظلم عن المظلومين ونصرة المسلمين اللهم سددهم وأيدهم اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده تدميره يا حي يا قيوم اللهم من ولي للمسلمين أمرا في بلدنا هذه أو غيرها اللهم أعنه وسدده يا حي يا قيوم اللهم لا تجعلنا والمسلمين فتنة للظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا اغفر لوالدينا وارحمهما اغفر لأزواجنا وأولادنا وبناتنا وقرابتنا وذوي أرحامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله